فتات من الطعام ودقائق محدوده من النوم وحاله من الصدمه النفسيه المستمره منذ اكثر من شهر. مع المشاهد المتواصله للدمار الذي راته العيون ومئات الاجساد التي حملتها الكفوف والسباق الدائم مع الزمن لانقاذ روح بينما لم يجد هؤلاء من يسعفهم او ينقذهم للحظات مما يعيشون فيه من الام واوجاع فقلوبهم لم تهدا نبضاتها. وأجسادهم نسيت معنى الراحة يوسف شاب فلسطيني يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعمل مسعفا يوسف لم يتوقف عن العمل منذ بداية العدوان على غزة لم ينعم بلحظة هدوء واحدة لم يتوقف عن الحركة المتواصلة في عمله بنقل جثث الشهداء أو أجساد المصابين إلى المستشفيات يعمل تحت ضغط غير عادي وفي ظرف ليس طبيعيا يوسف لا يتحمل فقط ما يراه من دمار لبلاده وقتل لاهلها شيوخا ونساء واطفالا، ولكنه يقوم بدوره النبيل وهو شخصيا مستهدف من قبل قوات الاحتلال التي تسعى للقضاء على رجال الاسعاف من اجل ضمان موت كل من تدب قدماه فوق ارض غزه. من ابرز التحديات في عملنا بالاسعاف هو أول شيء لما بتروح لمكان وهذا المكان مهدد بالخطر يتم استهداف المكان أكثر من مرة هذا أكثر شيء منتحداه ومن خاطره استشهد لنا عدد من ضباط الإسعاف يوسف هو واحد من المئات من أبناء غزة المخلصين الذين لم يترددوا لحظة في مد أياديهم للمساعدة والعون أياد تنتظرها الأرواح بلهفة لتنتشلها من تحت الانقاض او تسرع بوصولها لسرير في مستشفى واياد كذلك كتب عليها ان تلملم جثامين واشلاء كي تدفن تحت اطباق الثرى